وارضيه ومن ادم شو كيما هذا الرموز اكو شي خطا. معكم خالد عبد السلام صاحب مشروع أميمة غود بنوم. كما سبقت لكم أميمة غود بنوم كتقدم جميع الخدمات بما فيهم بيع البنوم وتركيبه والزيوت جميع أنواع الزيوت والبيضونج كما شفتوا. هذا البيضونج بالنسبة للي بغا يدير البيضونج عندنا واحد الشارج قديم، عندنا دريساج جالطة، عندنا الفراري، عندنا بيونستي، عندنا كنا ذكرنا على واحد الفو واحد الدرا فيها حبات مكينة، حاول تدور عندنا حبات مكينة. مرحبا بكم. بالنسبة للشركة ديالك فين جات؟ فين الموقع؟ الشركة ديالنا جات في حي البساتين طرق العرايش قرب من لاسينيسيس. ومرحبا، مرحبا بكم، مرحبا بكم عندنا. بالنسبة لتشخيص جميع السيارات، أنواع السيارة، جميع أنواع السيارة، جميع أنواع السيارات إن شاء الله يا ربي. عندنا لافاج هنايا، كاين لافاج كيما قلنا لكم راه مريح بالنسبة لافاج، راه كيتوفر على واحد قاعة الانتظار فيها الراحة، يمكن الانسان يجلس، يمكن له يخدم في البيسي ديالو، يمكن له يشارجي التليفون ديالو. وبالنسبة للي برودوي ديال لافاج راه حصلنا على احسن البرودويات اللي كاينة، يعني الانسان اذا جاب السيارة ديالو لافاج ديالنا راه ما غاديش يخاف على سيارته ولا شي حاجة. وهادشي اللي نقدر نقولو في النهاية. كنشكرو هاد الاخوة الاعلاميين اللي شفتو الحضور، ومرحبا بكم عندنا في أميمة غود بنوم. لمناسبة افتتاح شركة أميمة غود بنوم وبصفتي المسؤول الرئيسي شركة ام جي ام هندسي، مسؤول بن عمور محمد المسؤول الرئيسي لشركة ام جي ام هندسي، كان ونيابة عن جميع أطر ومستخدمي شركة ام جي ام هندسي، كنتقدم بالتهاني السي عبد السلام خضر على هذا المشروع والاستثمار اللي قام به في مدينة قصر كبير.
وماشي ساهل باش دير مشروع في هذا الوقت، وهذا المشروع اللي غادي يضر واحد المنفعه للمدينه الساكنه ديالها والنواحي، لان هذا الاستثمار اللي قام به قام يتعلق بواحد التجهيزات ذات جوده عاليه والمعدات كذلك. بالتالي كنتمنى ليه التوفيق وحنا راهين ان شاء الله. سلام ياسين خلوق، ديريكتور جينيرال ديال سوسيتي ديستريميوم، ديستريبيتور اوفيسيال ديال زوز ديال الف ماك دو توتال. حنا اليوم مسرورين وكنا سعداء باستقبال ديال السي عبد السلام والسي ادريس اليوم في غود بنو، في أميمة غود بنو، افتتاح ديالها هذا النهار الحمد لله، وفرحانين باش نكونوا معاهم ونرحبوا بهذا المشروع هذا ان شاء الله. المشروع كيضم بزاف ديال الامور، بزاف ديال لي سيرفيس في لونتروتيان اوتوموبيل. عندهم لا بارتي فيدونج، لا بارتي باراليزم اي مونتاج دي بنو، في لا بارتي بنوماتيك عندهم كتمشي حتى التشخيص ديال السياره حتى هي، وعندهم كاع لو ماتيريال لو ديرنيك اون ديرنيك كري، عندهم ماتيريال دو ديرنيير جينيراسيون الحمد لله. في المنطقه ديال القصر الكبير كان خصص في هذا الموضوع هذا، والحمد لله هذا سان بروجي اللي غادي يقدر يعطي للناس واحد يدير واحد لوفيرتور ديال الناس اللي كانوا كيقلبوا على هذا على هذا على هاد لي سيرفيس هادو في المنطقه هنايا، ولا قريب ليهم وديسبونيبل بري دو بري دو بري دو. دونك الحمد لله حنا اليوم كنقولوا عاوتاني مسرورين معاهم، وعندهم حتى لي كاليتي دو نقولوا حنا ديال لي برودوي باش اللي كيستعملوا هنا، لا بارتي بنوماتيك، في لا بارتي فيدونج، كو سوا في الزيوت ديالهم كيتعاملوا بواحد لي برودوي اللي هما اوتونتيك، وكيتعاملوا بلا بارتي في لي بارتي ديال الباتري ديال لي بلاكيت وكاع لا بارتي سوسبونسيون ديال لي فواتور. وابخي عندهم لا بارتي لافاج، لا بارتي لافاج هي اللي هي ضروريه كتكون كتاكومباني هاد لو بوان دو سيرفيس اللي الناس الحمد لله كيلقاو واحد لوفر اللي هي تري كومبليت، اللي كيجيو دو ا زد يقدر يدير من التشخيص حتى لا بارتي لافاج ديال الطوموبيل ديالو ان شاء الله. ومرحبا بدوك الناس كاملين، وان شاء الله يلقاو الخبره اللي كاينه هنايا متاحه ليهم ان شاء الله. بالنسبة للآليات العاملة واش عندها ستعطاق هذه الآليات الجديدة؟ طيب بطبيعة الحال الآليات العاملة هنايا كلها بيان فورمي باش غادي تكون باش غاتكون أليكوت ديال الناس إن شاء الله، وغاتكون ديسبونيبل باش تجاوبهم وباش تكونسيهم إذا كانت عندهم شي 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 مشكل ولا شي حاجة في الطوموبيل ديالهم إن شاء الله. ما تنساوش تتابعونا في قناة اليوتيوب ديالنا وفعلوا خاصية الجرس باش يوصلكم كل جديد، ديروا شير الفيديو وبارتاجوا الفيديو مع أصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي.